بتضحك على الاستاذ عمرو؟ عشان انا اتكلمت في المره اللي فاتت وقلت ان كهربا هيقعد، وقلت ان كهربا باق، وكهربا ممكن قد يرحل كولر لكن كهربا مستمر، وان كهربا مش هيمشي من النادي الاهلي، وان كل الكلام ده كلام دارج، لكن في النهايه كهربا هو اللي باقي والاخرين يرحلوا. وده انا قلته حتى ايام موسيماني، كان ليا تصريح شهير وقلت ان موسيماني اللي هيرحل وكهربا اللي باق وكهربا اللي استمر وموسيماني. اشمعنى بقى؟ طبعا عارفين كلنا اللي حصل مع كهربا وهروبه وانضمامه للنادي الاهلي، قصه طويله عريضه تخليني اشك ان انا النادي الاهلي ما يقدرش يمشي كهربا بسهوله، يعني مش هيقدر يمشي بسهوله. فكهربا يعني صعب ان ده النادي، تفسيرك يعني؟ تفسيري النادي الاهلي صعب يستغنى عن كهربا بسهوله، لانه هو ده راح النادي الاهلي بطريقه ما، فصعب ان الاهلي يستغنى عنه بسهوله. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه ان كهربا لعيب كويس ولعيب جيد يعني، لكن فعلا كولر مش مديله حقه. انا من وجهه نظري طبعا كولر مش مديله حقه، فهو لو خد حقه هيبقى افضل من كده بكتير. يعني كهربا انا شايف انه هو كهربا من نوعيه اللعيبه اللي بتبقى عايزه ماتشات كتير. بالظبط، شفناها دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال افريقيا بصراحه كان نجم. بس كان نجم ده لا يمنع، برضو ان كهربا لعيب خفيف بيغلط كتير، يعني ممكن يغلط. شخصيته كده سريع، لكن نقطه سلبيه طبعا، نقطه سلبيه سريع، لكن هو لاعب طيب ولاعب يعني جدا بيعرف طيب. فانا يعني بنقول اللي لينا واللي علينا، لكن عدم الاتزان عنده، لا ما عندوش قدره ثبات انفعالي، ثبات انفعالي ما عندوش، مهم قوي صعب قوي، صعب قوي عنده. لكن الراجل الفتره فترات كان شايل كولر، كان قال واشاد بيه في مطارات كتير جدا، الراجل كان شايل النادي الاهلي بدوري ابطال افريقيا. بس انا كنت متخيل ان الكابتن محمد رمضان غير كده. ليه؟ يعني كنت متخيل ان الكابتن محمد رمضان، او اللي قيل عن الكابتن محمد رمضان ان شخصيه قويه وانه حازم وان قراراته ما فيش رجعه فيها والكلام ده كله، فكنت متخيل ان الكابتن رمضان هيغير عن سابقيه. بس هو الكابتن محمد رمضان لكن فوجئت ان كهربا معروض للبيع، هو قال ترحيل كهربا وغرامه 1 مليون جنيه. ايوه يعني مع كامل احترامي، العقوبة ماشية مع كامل احترامي، لا ما طبعا بتتلغي ومحدش بيبقى عارف. انت هتروح تدور على العقوبة، هتروح تدور على مرتبه خد ولا ما خدش. ايوه بالظبط، مليون عقوبة اتعملت على الكهرباء وما حصلتش، لكن مش ده الموضوع. الموضوع ان اللي اعرفه العقوبة بتاعت الشناوي دي اتطبقت. طب يعني ماشي، القندوسي عمل ربع اللي عمله كهرباء، ومع هذا في نفس اللحظة تم قرار باستبعاده وعرضه للبيع. المقارنة لكن المقارنة يعني المقارنة ما فيش وجه المقارنة بين الموقفين. ده لاعب نرفزة ملعب غلط في واحد في أعضاء الجهاز الفني، واحد طلع غلط في منظومة النادي الأهلي كلها. أقارن ده بده إزاي؟ يعني إزاي أقارن عصبية لاعب موجودة بتحصل كل مرة في كل ماتشات وبين لاعب تاني طلع زي ما ده غلط وده غلط؟ والغلط فيه أشكال. أيوة ده خطأ وده خطأ. لا أنا جبت نرفزة ملعب لعيب قاعد مستني ايه؟ نرفزه ملعب؟ ايه علاقه نرفزه؟ لا نرفزه ملعب، المباراه خلصت والموضوع منتهي. عمرو لو كل لعيب، نرفزه ملعب تم معاقبته، يبقى مش هتلاقي، يبقى لعيبه كله مش هتلاقي. بس خلي بالك نرفزه عن نرفزه تفرق. ماشي، لكن ده واحد دخل تصريحات صحفيه مقصوده رايح قاصد. يا علاء انت قول، انت غيرت اقوالك. غيرت اقوال ايه؟ انت الاسبوع اللي فات كنت بتقول ان كهربا لا يمكن وسب مش عارفين وعمل ايه وما كانش ينفع. يا سيدي انا الدور اللي فات سردته، فهو اخطا، هو في خطا والقندوسي في خطا، ده خطا وده خطا. لا في النهايه، في النهايه ده اتعاقب بشكل وده اتعاقب بشكل. لا يا عمرو، لا يا عمرو، فانا كنت اتخيل ان كابتن محمد رمضان غير كده.